خلينا مع صحاب تيك توك وداكشي ديال الانستغرام وهذا، كاين الناس اللي كيقولوا هذه جينيراسيون جديده، ناس جداد، واحد النوع ابداعي جديد، طريقه ديال التعبير فني جديده. نتوما دوزتوا الوقيته ديالكم وعاوتاني واللي زريخف درتوهم، درتو داكشي ديال مسرح الحي، مسرح حي ياك، مسرح حي، ودرتو دار الشباب وداكشي، وعاوتاني وقتكم وقت صغيركم. خلي المهدي، خلي المهدي والدراري ديالو جيراسيون اللي مول المهدي والى اخره. شوف ما تخلقش مني انا. لا لا شوف العالم كله، العالم الفني في العالم كله ما عندوش هذا المبدا وما عندوش هذه الفكره. هادشي ديال جينيراسيون ما عندوش هادشي. تيقول لك حنا لي جينيراسيون كيتلحموا بعضياتهم، لي جينيراسيون كنديروا الجديد مع القديم مع المتوسط باش يعطيونا واحد الطعم فني فيه اختلاف. خصنا الجد، خصنا الاب، خصنا العم، خصنا الخاله، خصنا بزاف د الحوايج. علاش علاش على مثلا نموذج عادل امام هو الرجل الذي استطاع في المشهد الفني العربي انه يبقى هاد الاعوام كلها عنده هاد الفكره ديال فين ما بان شي وليد صغير ولا بنت كيدخلوا. انتم ما عندكمش هادشي؟ لا لا هانا هانا لا 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 حنا كاين، حنا كاين. إذا كنقولوا سعد موفق من الدراري لي جون اللي بانوا، إذا كنقولوا واحد مهدي فلان كنقولوا من لي جون اللي بانوا. حنا شرف لينا أن الدراري نشوفوا مثلا فاطمة الزهراء بلدي ممكن بزاف الدريات يعني بانوا ومزيانين. يعني مأمن بهذه الفكره؟ مأمن انا. واش كتحاربوا مع الجنة؟ لا ما كنتحاربوش حنا. انت وليدات مساكن ديال الانستغرام وهذا كتحاربوا. بحال كتحاربوهم. لا كنحس بواحد النوع ديال ما عندهم حتى هما راه فنانة حتى هما. لا انا ما كنقولش بعدا احسب على كلامك. ما تقولش لي داكشي اللي ما قلتش. انا كنقول مرحبا بان جون مثقف وديال الميدان. ولكن ما تجيبش اي واحد غير حيت جون غادخلو، وما تجيبش اي واحد غير حيت كبير غادخلو. لا ودابا بلاتي انا كنقول انا لكل ذي حق حقه والراجل المناسب في المكان المناسب. واحد اللحظه من انا كنعقل، انا كنت متبع شويه المسرح المغربي، واحد اللحظه من المسرح الحي ولا كينتشر في المشهد الفني المغربي كانوا مسرحيين قبل منكم تيقول لك لا ودي داكشي اللي كيدير لكم مسرحي عرفتي شنو راه بحال هادشي اللي كتبدا دابا على انستغرام ولا تيقول عرفتي هادوك كيهضروا مع واحد النوع ديال الفن ديال هذا الجمهور الى اخره راه نفس الهضره دابا. ولكن راه الدواره من الحياه كتدور. لا ولكن ما تنساش بان هادوك الناس واخا قالوا راه كانوا ناس اللي دعمونا من هادوك الناس اللي قالوا هادوك الناس كنا استفدنا منهم استفاده كبيره جدا. ولكن ما جيناش غير هكاك غير باراشوتي، جينا من تكوين درنا المعاهد درنا المعهد ولو ماشي هذا المعهد اللي كاين دابا، وتعلمنا مع ناس كبار مع طيف صديقي مع العلاج مع ديكول مزيانين. علاش بنا وعلاش درنا سميتنا وعلاش وسط من هذوك الناس برز الاسم ديالنا. إذا كنقول دابا أنا أخيرا صورت أنا وبن جبارة كنت أنا فخور، واخا هي كتقول لي لا راه أنا اللي فخور كنلعب مع حسن فلان، ولكن أنا كنت فخور لأن الدرية متمكنة حيت كتلعب لك واحد المشهد كتحس بأنها كتلعب بقلب وبإحساس. علاش من علاش انا ما نفرحش لهاد لي جون؟ الا شتي هند بن جبارة والمهدي في ياقوت وعنبر وي وي الحمد لله كانوا زينين ماشي حيت ولدي فاتوكم كاع علاش انا ما نتمنى تفوق عليك المهدي بلاتي علاش انا تفوق عليك المهدي ما انا مرحبا بالتفوق ديالو حيت ولدك كتقول هذا لا قلت لي سميه اخرى تقول لي لا ما تفوقش لا 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 انا كلهم عندك الدراري ولاد البسطاوي عندك عمر لطفي عندك عندك واحد العداد. علاش اصاحبي ما نفرحوش ليهم؟ اجي واحد السؤال
عافاك جاوبني بصدق هذه المره هذه. واش معناتك احساس انت كتلعب مع الناس بان المقدار ديال الرائد الفني في المغرب اللي دوز واحد التاريخ ما بقاش هو نفس المقدار، بان بحال طيحوا من قيمه الناس اللي فاتوا. بلاتي انا غنجو، انا قلت لك بصدق بلي بغيتي. شوف يمكن دوزنا في الميدان واحد السنين، صادقني القول بان نفس الحب اللي كان عندنا زمان باقي الان هو نفس الحب. طبعا علاش غادي نتقلق وعلاش غادي نغير من انجل؟ الناس باقي كتصور معنا، باقي كيعشقونا، باقي باغينا يشوفونا في التلفزيون، علاش انا نتقلق؟ حتى واحد ما واخد ليا بلاصتي، بلاصتي هي هذه، انا والمهدي في دار وحده، ولكن كل واحد عنده جمهوره. انا كنكون فخور ناخذ من الدراري شي نميطات ديالهم ندخلهم لا جينيراسيو ديالي. هذا هو اهم حاجه. عندي واحد السؤال يمكن خفت ما تجاوبش عليه. قلتي لي قبيله عادل امام، انت عرفتي دابا عادل امام سير. بلاتي عادل امام، انا عاود نرجع للسؤال اللي قلت لك دابا. عادل امام حيت اي مسلسل ديالو جديد كيدخل نقيطات، ولكن حيت كيدخل لك ممثل ممثل، الا كانت البكا كيبكي، الا كان الضحك كيضحك، كيجيب الناس ديال الموهبه ديال بصح صافي. وهذا الشيء اللي طالبين في المغرب، جيبوا لنا الناس اللي مزيانين نصفقوا لكم ما عرفتهاش، ولكن ما تجيبوش من هبه ودب. دابا كيجيبوا من هبه ودب بزاف. دابا طبعا الا قلت لك عطيني اسميه وحده من هبه ودب تقول لي لا انا ما غير ندز مع حتى واحد، انا ما نبقى وزيد رمضان وهذا الشهر ديال البركات سميتو العواشه. هادشي كله اللي قلتي نقول ايوا حيت انا مزيان من هبه ودب. شوف انا ولد الحين المغربي مسكين كيطالب، قول لي اخويا هذا راه من هبه ودب. حنا ما كنضربوش، حنا كنديروا النقد وكل واحد يفهم اش كنقولوا. الا كنا نبداو نسير راه فريا صافي. شوف اللي بغى يفهم ما يفهمها صافي، الا كنا بغاش يفهم شوف الا كنا غنتعايروا. طيب ردني السؤال اللي كنت بنطرح عليك قبيله. قول لي وتجاوبني بصدق هذه المره. انا درتي معايا بزاف ديال لغات الخشب وكتحاول وكتقول لا الله يدوز العواش ربي خير. الا قلت لك حطيناك انت ومهدي في التمثيل، شكون اللي افضل؟ ماشي الكوميديا، ماشي الضحك، لا في التمثيل تشخيص. انا شكون اللي افضل؟ ويا ربي تجاوبني هذه المره. والله تنجاوبك. يا حفتي دابا والله كاع. شوف انا كنقول لك دابا المهدي كيتجاوزني بزاف الحوايج عنده. احسن منك. اللي ما عنديش انا. داكور. مهدي خدا منا وخدا من. قلتي احسن مني ما خدا منك والو. بلاتي. احسن لا. مني صح. خدا منا غير خدا منا ديك ديال كيبغي هذا الميدان بقلبه بكثر ما كيبغيه مادي، هذا خضعها منه. ولكن لا تكنيك، الفنيات والبعد في الشخصية نتمنى الحق لي 50%. نتمنى الحق لي 50%. وي لأنه عنده من الإمكانيات، واللي تنقول دابا وأنا قلتها مرارا كنقول لهم يمكن باقي ما عطاش البورسونتاج اللي خصو يعطي. باقي كنقول ليه باقي كتسول في هذا الميدان خصو يعطي اكثر، لانه عنده من الامكانيات الكثير ما يعطي. ردك شويه المسرح الحي بعدا، فين هو المسرح وفين هو الحي بجوجهم؟ في هذا الزمان كورونا، في هذا الزمان ديال ما كاينش. ها هو مسدود مسدود مسدود. دابا كاينين عروض كدار غير بوحدك انت الحيط. شكون غادي يتصفق عليك؟ شكون كتصفق على راسك؟ مي مسرح الحي ان شاء الله نتمناو ما تكذبناش الظروف وما تجيش شي حاجه اخرى، شي كورونا اخرى، ولا يا ربي تحفظنا. مي كاينه فكره ديال رجوع مسرح الحي بشكل جديد وبشكل قوي اكثر من ذلك. عندي انا واحد الصديق مسرحي قديم ما نذكرش سميتو، قال لي مسرح الحي كانت تجربه رائده في المغرب، كانت تجربه متفرده جدا، ولكن مسرح الحي قتلوه الناس ديال مسرح الحي. قتلوه الناس ديال مسرح الحي، ماشي قتلوه،
غير كانت مساهمة. اختار لك الكلمات اللي بغيتي. انا شفت دابا ملي سمعتي السؤال عرفتي بانه سؤال حقيقي. بلاتي اختار الكلمات اللي بغيتي بلغة الخشب. شوف سير على الله. انا نقول لك ماشي انا العقد. انا كنتعصب كنمشي بحال هادي. انا نقول لك انا طرحت السؤال. فمسرح الحي ريبة الظروف، ريبة الناس اللي حايطين بمسرح الحي هما اللي ريبوا مسرح الحي. قتلوها مسرح الحي؟ لا لا والله ما قتلوها. هي ما هي والله انا قلتها هكا وانت شوف. كاينين الناس اللي كانت لهم واش بعض الناس في وسط مسرح الحي كبروا على ذاك المسرح اعتقدوا انهم كبروا عليه علما انه هو المؤسس وكان ممكن يكبروا اكثر لو انهم قاموا. هذا 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 بروبليم من لي بروبليم ديال مسرح الحي. مي دابا كلشي فهم وكلشي نضج وعرف بان كان خطا كبير الوقوف ديال هذيك الفرقه. كان خاص يستفد منها ماشي غير اعضاء ديال مسرح الحي، المغرب كامل. المغرب كامل كان غادي يستفد منها وكلهم الى ما انا كنقول كلهم كل واحد حيت كيبرك في داره بوحده تيقول انا درت خطا اللي ما عاونتش باش هذاك الفرقه ما تريبش بحال شي حاجه ديالنا وهرسنا وهرسنا وتهرسنا. شكون الاساسي فيهم؟ شكون الاساسي وشكون اللي ماشي اساسي؟ الناس كيشوفوك دابا في حاس بلاتي. شوف احنا كنا اساسيين. سير بقات هادشي العموميه سير الله. شوف كنا اساسيين حيت كنا انانيين روسنا. كنا فكرنا في روسنا اكثر ما فكرنا في لونو كانو مسرح الحي. يعني كل واحد بغى يعتق راسو وبس. ما كنا نسى التجربة ونسى ممكن نتقدي مع الله. وهذيك التجربة علاش؟ لأن الناس اللي قروا نهار الأول يديروا هذيك التجربة هما يمكن اللي فاهمين فهموا وفاهمين كيفاش غتمشي هذيك الفرقة. علاش؟ نهار اللي فكرنا أن نديروا مسرح حي أنا وعزيز وفكرنا أن ندور في فرقة فكنا كنفكروا فرقة مختلفة عن الفرق اللي كانت. والحمد لله وصلنا. علاش؟ أن كنا كنقولوا كل واحد يدير خدمة اللي كيعرف وكل واحد دار خدمة. نهار تعمات هي فين 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 طاح السقف. حيت أنا دخلني الحاجة ما فهمهاش كيفاش تكونت وكيفاش أنا نجحت فيها. ما كنكونش عارف القيمة ديال بحال كما كنقولوا دابا شي ممثلين كتدخل كتعطيه دور العمل الجاي كيقول لك احنا دابا احنا الفنانين الكبار وداك انا هو البطل ديال داكشي الاخرين. هذا هو المشكل. وهذا الانسان هو هكا من طبيعته اناني. طبعا كل واحد في الدومين ديالو راه اناني كيبغي راسو شي شويه يكون هو. واخا نقتلوا كاع التجربه الجماعيه ديالنا. طيب كنهضروا على مسرح الحي، نهضروا على هذا الحي. الحي المحمدي انا ما كاينش شي واحد تنتلقى فيه من الحي المحمد. درتو لنا الاراره داك الحي المحمدي، رديتوه هو المشتل هو المسطع ديال اي حاجه زوينه كاينه في البلاد. السعيد يستاهلوها. لا انا كنقول لك انا الناس كنعرف الحي المحمدي اللي تلقى تيقول لي حنا هما الغيوان حنا هما ما عرف شنو الاتحاد البيضاوي الى اخره. واش هذاك الحي فعلا هذا السؤال الاول كيستحق هذا اللي يدير عليه؟ وثانيا هذا الحي اللي انتم كتقولوا بان هو هذا الشيء كامل شنو درتوا له انتم باش يبقى هو هذا الشيء كامل؟ الحي المحمدي دائما كنامنوا به بان الحي المحمدي هو كل شيء. احنا هو من حقنا. هو حومه ما ماشي صافي. لا الحي محمدي داير بزاف د الحوايج. رفعات الحمايه رفعات الحمايه دار بزاف د الحوايج. راه ناس ماتوا فيه راه ناس ماتوا. شوف ناضلوا
ناضلوا اكثر من الحي الاخرين. ايه الحي محمدي حنا ولاد الحي محمدي من حقنا. باش قلت لك نفتخر من الاراده بهذه القضيه. شوف نفتخر. كل هضرتي مع الحي المحمدي. اه كنفتخر. وكاين شي واحد كاع مساكين تيقول لك انا ولد الحي المحمدي. شوف كنفتخروا باننا ولاد الحي محمدي. كنفتخروا باننا ولاد الحي محمدي. ولاد الحي محمدي عطاو بزاف، عطاو مخرجين، عطاو ممثلين، عطاو عطاو سياسيين، حيت الحي المحمدي ديالنا هو مفتخر. واش انا غادي نمشي نفتخر بتنزانيا؟ انا ولد الحي محمدي غادي نفتخر بالحي محمدي ونفتخر انا بكازا ومزيان. لا كتفتخر بالحي محمدي اكثر من كازا. الحي محمدي حيت عشنا فيه الشوفينيه ديالنا. شوف عشنا فيه، تعلمنا فيه، درنا سميتنا فيه، علاش ما نفتخروش؟ اي ودابا شنو دايرين الحي المحمدي باش هو يولي؟ ف دابا انتم مقدمين لنا واحد الصوره معينه، حنا كنقول يا ربي بصح يكون الحي المحمدي بحال هكا. اش دايرين انتم كولاد الحي؟ ولاد الحي ما خلوهمش الدخلاء الحي المحمدي يديروا شي حاجه. والله الا رجعتي للسؤال ديالي. والله العظيم الا شي دخلاء دخلوا الحي المحمدي ريبوه. ريبوه هذاك الحي المحمدي. وخدام حتى هما نقولوا ثاني ستيلو. ديك اللي قلت لك في الاول داروا السنياتور اللي يفهمونا يعني ما هو اسم الحي محمدي والمعنى ديالو وما فاهمين. خداو مسؤوليات كتلقاهم في شي اجتماع الا سولتيه تقول ليه اش كان مثلا في اقامه اكس اش كان قبل ما تبنى اقامه الموحدين باريزون الموحدين اشنو كان اش كان في الموحدين قبل ما تسول. كان بزاف الحوايج، كان تيتباع الحواله، كانوا الناس عندهم دي ماكازان تما ديال العود، كان بزاف الحوايج. دابا هادو اللي كيسيروا ديك المنطقة ما ما فاهمينش. نقول لك خير دليل، أنا أخيرا كنا بغينا نديروا معهد للتكوين الفني مسرحي وسينمائي وتلفزيوني. دورتينا هادي بلاصتو. بلاتي. كاينين الناس كانوا ضد هذه الفكره باش ما نديروهاش باش ما دارش. كانوا ضد، داروا اليدين والرجلين باش ما نقولهاش فرنساوي يقول لك باغي يفوع علينا وداك الشيء. داروا اليدين والرجلين باش ما دارش هذه التجربه، ما دارش كريم. يعني اش بغي اش كت ترجى من هاد الناس اللي خداو هاد المسؤوليه في الحي المحمدي يزيدوا بالحي المحمدي. كتولي كان حصار على واحد المجموعه ديال الناس في الحي المحمدي، حصار عليهم. هذاك ناري عندك يدخل يعني بس هذاك الحي المحمدي ما يبان ما يعطي حتى حاجه. يعني تصدع الراس ديالنا كاملين وفي الاخر كاين الحصار. ولينا كنمشيو نخدموا مع جهات اخرى اللي مأمنين من امنين بافكارنا، مأمنين بينا بزاف د الحوايج. هذا هو سيدي حسن. قربنا نساليو ليميسيون ان شاء الله. فوقاش نشوفوا البطوله ديالك الجايه في التلفزيون المغربي، القناه الاولى والقناه الثانيه؟ غتشوفها. غتكون هاز شي عمل بوحدك ونعرف انك تقدر. ان شاء الله غتشوفني في واحد الشارع التلفزيوني. اخيرا تصورنا مع دريس المريني وكنشكره لانه طاق في امكانياتي. طبعا انا وهند بن جباره لاعبين البطوله ديال الشارع التلفزيوني قريبا في هذا رمضان. لا من بعد رمضان ان شاء الله يكون. وهذا رمضان ما تشوفش يعني. لا غتشوفني في عمل اولاد المرسان اللي غادي يدوز في القناه ام بي سي. وغتشوفني ام بي سي. ام بي سي ماشي في الاولى. لا وفي الاولى غتشوفني في باب لهنا شي برايم تايم. اي غدوز يمكن على ما قالوا. شي كاميرا خفيه ولا شنو؟ لا كاميرا خفيه. لا لا ما عندكش شي كاميرا خفيه. لا بركه علينا. وي قول لي هاد الكاميرات الخفيه كاع كاملين نزيد شي حاجه. شوف شغلهم هذاك كيامنوا هما من بعد الافكار. انا ما بقيتش كنآمن بهم لأن صافي صحابنا الله يعاونهم. الله يسهل على الجميع. الله يسهل. الله يسهل. سي حسن صافي بليزير نهضروا معك. الله يحفظك. وبارك إن شاء الله حتى يدوز رمضان حتى نساليو هذا الشيء ديال هنيونا ونعاود نتلاقاو معك بشويه على تيساع ونهضروا. شكرا لك بزاف. الله يحفظك. حفظك الله ورعاك.